الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله. أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، أرأيتم إلى سفينة عملاقة تمخر بركابها الكثيرين المتنوعين، عباب بحر هائج متلاطم الأمواج، مما يجعلها تميد آنا ذات اليمين وآنا ذات الشمال، مما يجعل مقدمتها تتنكس آنا لتغيب في مياه البحر وترتفع آنا آخر لتدنو إلى الوضع العمودي بكل من فيها. وهكذا تنقطع آمال الجميع عن أسباب الحياة والنجاة، وتتقطع عنهم السبل الكونية والمادية كلها، ويدنو منهم شبح الموت المخيف المرعب. عندئذ تستيقظ مشاعر الفطرة الإيمانية بين جوانح كل منهم، أيا كانت العقائد التي كانوا يعتنقونها. وعندئذ يتجه الجميع إلى إلههم الذي تذكروه بعد نسيان، وعندئذ يتعاملون مع حقيقة عبوديتهم لله سبحانه وتعالى بعد طول إهمال. هذه حقيقة نعرفها، وصدق الله القائل: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. أيها الناس، يا عباد الله، تلك هي حالنا اليوم، تلك هي حالنا التي نمر بها اليوم. أما السفينة فهي هذه الأرض المقدسة التي أقامنا الله عز وجل عليها، وأما الأمواج المتلاطمة عن يمين وشمال فإنما هي الفتن التي تصدر إلينا أسبابها من كل حدب وصوب، دون أن نرتكب جريمة اقترفناها، ودون أن نرتكب موبقة اقتطفناها. وأما الانقطاع عن الآمال، وأما السبل التي تقطعت بنا
عن الأسباب المادية المختلفة التي كنا نمارسها، فتتمثل في إخوة لنا كنا نحسب أنهم يمارسون الأخوة في سبيل الله عز وجل بيننا وبينكم وبينهم، ويمارسون في سبيل ذلك الإصلاح، ولكننا نظرنا فوجدنا أنهم يمارسون بدلا من هذه الأخوة في سبيل الله العداوة والبغضاء في سبيل الشيطان، ورأيناهم بدلا من أن ينفذوا أمر الله القائل فأصلحوا ذات بينكم، رأيناهم يؤثرون أن يفسدوا بدلا من أن يصلحوا، وأن يرسلوا صواعق الإفساد ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ونظرنا إلى جيران لنا حسبنا أنهم أو كبيرهم سمع ووعى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، والحديث متفق عليه. ونظرنا وإذا بهؤلاء الجيران لا يفتأون يرسلون إلينا أسباب الدمار وأسباب الهلاك دون أي جريمة، كما قلت لكم اقترفناها، دون أي موبقة ارتكبناها. وننظر إلى العالم البعيد البعيد وإذا بالجميع يكيدون لنا، وإذا بالجميع يرسلون سهام عداوتهم من قوس واحدة. وهكذا فأنا نجد السبل المادية التي يمكن أن نتمسك بواحد منها، ها هي ذي السبل كلها تقطعت، وها هي ذي الأسباب المادية كلها تحولت إلى بلاء وإلى نكال ضدنا بدلا من أن تكون عونا لنا. إذن فها نحن ننظر يمينا وشمالا، ننظر إلى كل حدب وصوب، وإذا بالكون كله قد تحول إلى عدو، وإذا بالأسباب المادية العلمية المتنوعة التي كنا نستأنس بها ونعتمد عليها قد انمحت وزالت. من هو الصاحب الذي بقي لنا؟ إنه واحد لا ثاني له يا أيها الناس، إنه الصاحب الذي لا يتركنا سواء أقبلنا إليه أو أعرضنا عنه، إنه صاحبنا الذي سنرحل عن هذه الحياة الدنيا ونخوض غمارة الإقبال على الآخرة وهو يظل معنا، إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الإله الذي يقول لنا لا سيما في مثل هذه الحال: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يقول لنا: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. يقول لنا: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. يقول لنا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. يقول لنا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. هذا هو الصاحب
هذا هو الصاحب الذي بقي لنا في هذه الحالة المدلهمة التي قضاها الله سبحانه وتعالى لنا، ولا أقول علينا، ولكن الله عز وجل وهو صاحبنا في كل حال يريد منا أن نعلن الطلب الذي نحتاج إليه. يريد منا صاحبنا هذا مولانا وخالقنا أن نعلن عن احتياجنا إليه، كما كنا نعلن عن احتياجنا إلى عباده، كما كنا نهرع إلى الأسباب التي جندها الله، جندها الله عز وجل كما شاء. ينتظر الله عز وجل منا أن نلتفت إليه فنعلن عن طلب حاجتنا. ينتظر الله عز وجل منا أن نلجأ إليه، فهل فعلنا؟ هل وقفنا أذلاء على بابه؟ هل مددنا يد الحاجة إلى جنابه؟ هل أقبلنا إليه قائلين: ها نحن نجدد العهد معك، ها نحن نعود تائبين إليك، ها نحن مقرون بذل عبوديتنا لك وبإعراضنا الذي تطاول أمده عنك؟ لا يا أيها الإخوة، على الرغم من أن السبل كلها قد سدت، وأن الوسائل كلها قد تقطعت مما بيننا وبين ما نأمله وننتظره، ولم يبقى أمامنا إلا مسبب الأسباب، لم يبقى أمامنا إلا ذاك الذي قلوب العباد بين إصبعيه يقلبها كما تشاء، فلماذا لا نقبل إليه؟ ألم يقل: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين؟ لماذا لا نفر إليه؟ وما معنى ففروا إلى الله؟ التجئوا إليه، فروا من المصائب التي تلاحقكم، فروا من الفتن التي تحيط بكم، فروا منها إلي ولسوف تجدون مني خير ملاذ. أين هم الذين يفرون إلى الله؟ ألم يقل: بل الله مولاكم لا غيره وهو خير الناصرين؟ أين هم الذين قالوا بملء أفواههم بعد أن أيقنوا بذلك بملء قلوبهم: أنت مولانا يا رب، لا مولانا، لا مولى لنا سواك؟ أين أيها الناس يا عباد الله؟ مسافة ما بيننا وبين الفرج خطوة واحدة، إنها تتمثل في صدق الالتفات إلى الله، إنها تتمثل في صدق الرجوع إلى الله، في صدق التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. ما الفرق بين حالنا التي أصفها وبين هؤلاء الذين أبحروا فاهتاج البحر عن يمينهم وشمالهم، واهتاجت الأمواج عن يمين وشمال، وعرفوا أن الأمل بالحياة قد انقطع، وأن أسباب الخلاص والنجاة قد غابت؟ ماذا يكون حالهم لو كانوا ملاحدة، لو كانوا فلاسفة، لو كانوا موابدة، لو كانوا فسقة؟ الكل يقبلون إلى الله آنذاك، ينشدون نشيدا واحدا بلغة واحدة. نعم، أقول: ما الفرق بين أولئك الذين أبحروا
فطافت بهم عادية الموت، وبيننا نحن الذين أبحرنا داخل هذه الفتن التي وصفتها لكم ووصفت مبعثها إليكم. لماذا؟ لماذا لا نعود إلى الله كما يعود أولئك؟ أولئك الذين يقول الله عنهم: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه. ها نحن قد أحيط بنا، ها هي الدنيا كلها أعلنت عن عداوتها لنا دون أن نرتكب موبقة، وبقي لنا صاحب. هذا الصاحب هو من يملكنا، هذا الصاحب هو من سيؤول إليه أمرنا، هذا الصاحب هو الذي وسعت رحمته السماوات والأرض والدنيا والآخرة. ولكن هذا الإله ينتظر منا أن نطلب، أن نستغيث، وكأنه يقول: أنا الموجود فاطلبني تجدني، لكن إن رمت السواء فلن تجدني. أقولها لنفسي ولكم يا عباد الله قادة وشعبا على كل المستويات على كل الفئات: آن لنا أن نصطلح مع ربنا، آن لنا أن نجدد التوبة بين يديه، آن لنا أن نستجيب لقوله: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. هل وفينا بعهده؟ لا. تأملوا وتصوروا، يقول الله عز وجل: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يقولها للجنود، يقولها للذين يقفون على الثغور، يقولها لأولئك الذين يواجهون الأعداء. يقول: إذا لقيتم فئة من الأعداء فاثبتوا واستعينوا على الثبات بالذكر، بذكري. وذكرك لله أو ذكرهم لله يكون بالتوبة أولا، وبالاصطباغ بذل العبودية ثانيا، وبالانضباط بأوامر الله جهد الاستطاعة رابعا. أقم الصلاة لذكري، أقم الصلاة لذكري، لكي تظل ذاكرا لي، لكي تظل العلاقة بيني وبينك عامرة. يا عباد الله، آن لنا أن نلتفت إلى الله. ليس من فرق بيننا اليوم وبين أولئك الذين أبحروا فرأوا الموت قد أحاط بهم، ورأوا أسباب الهلاك قد نسجت كلها لتأخذ منهم بالخناق، فصاحوا مجتمعين بنشيد واحد: اللهم أنت ربنا، ها نحن قد عدنا إليك، ها نحن تائبون إليك، ها نحن نعاهدك على أن ننفذ الأوامر وننتهي عن النواهي. هل فعلنا مثل ما يفعل أولئك؟ أقولها ثانية: مسافة ما بيننا وبين الفرج والله الذي لا إله إلا هو خطوة واحدة. هذه الخطوة هي لفتة إلى الله، لفتة صادقة إلى الله على كل المستويات. نتوب إليه، نعود إليه، نعم، نقف على بابه، نستجدي الفرج من جنابه، نفذوا وانظروا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. اللهم يا ولي من ظلم، ويا حسيب من ظلم، ويا فارج الكرب إذا ادلهم، اللهم جنب العباد والبلاد ويلات الدمار والافتقار إلا إليك يا الله، واجعلنا من المؤمنين الطائعين يا رافع السماوات ويا مجيب الدعوات يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله، أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر، وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم، فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام، لك الحمد أن جمعتنا في هذه الرحاب، لك الحمد أن أوقفتنا على باب كرمك وجودك وإحسانك، لك الحمد أن همتنا أن نمد يد المسألة والذل والمسكنة إلى جنابك يا رب العالمين. اللهم إنا لا نملك عملا صالحا خاليا من الشوائب نتقرب به إليك، لكننا نتقرب أولا بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك، نتقرب إليك بكل آية أنزلتها في محكم كتابك على رسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نسألك بالأسرار المستودعة في كتابك، نسألك بأسمائك الحسنى وبكل اسم هو لك في محكم كتابك أو أخفيته عن عامة عبادك، نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بكلماتك التامات كلها، نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء، نسألك بتجلياتك الرحمانية في هذه الساعة المباركة على عبادك المؤمنين بك، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. ارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. طهر بلدك المبارك هذا من كل من يريد سوءا بدينه أو دنياه، كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين أيا كانوا عن عبادك البراء الآمنين يا ذا الجلال والإكرام. مولانا، إن كان لا يرجوك إلا المحسن، فبمن يلوذ ويستجير المجرئ؟ بمن يلوذ ويستجير العاصي؟ بمن يلوذ ويستجير التائه؟ كلنا تائهون، كلنا مقصرون، كلنا عصاة يا رب العالمين، وقد اتسعت رحمتك للجميع، تفتحت أبوابك للعاصي والفاسق والفاجر والمؤمن، وها نحن واقفون على بابك، ها نحن ملتصقون بأعتابك ندعوك دعاء العبد المنكسر الآبق المسكين البائس الذي لا يملك من أمر نفسه شيئا، فهل استجبت دعاءنا؟ هل حققت رجاءنا يا رب العالمين؟ اللهم يا من لا يشغله سمع عن سمع، يا من لا تغلطه كثرة المسائل، يا من لا يتبرم بإلحاح عباده الملحين عليه
أنت أنيسنا في الوحشة، أنت أنت لا غيرك أملنا عند اليأس، أنت عوضنا عن كل مصيبة، ها أنت تسمع ساعة كلامنا، وها أنت ترى مكاننا وترى ذلنا وانكسارنا، فهل استجبت؟ عجل اللهم بالفرج بعد الشدة، عجل اللهم باليسر بعد العسر، عجل اللهم باليسر بعد العسر، فقد تطاول أمل الصبر، ونحن عبادك الضعفاء كما ذكرت، فهلا رحمت ضعفنا؟ نسألك بالضعف الذي ركبته في كيان كل منا، إلا استجبت، إلا حققت رجاءنا، عهد لك منا أن نتوب إليك، أن نعود إليك، أن نتمسك بحبلك، أن ننقاد لهديك. أقولها باسمي وباسم هذه الأمة جمعاء، وهذا أملي، أن نستجيب جميعا لهذا العهد الذي نضعه في هذه الساعة بين يديك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أنزل رحماتك العلوية على أرضك المقدسة المباركة هذه. اللهم إن هذه الفتنة قد أقبلت بحكمة بالغة منك تستبطن الرحمة، فنسألك اللهم اليوم أن تصرفها برحمة بالغة منك يا ذا الجلال والإكرام. وهذا ما قد أريتنيه، أنا أسألك العجل يا الله، أسألك العجل يا الله، أسألك بعبادك الشعث الغبر الذين لو أقسم عليك واحد منهم لأبررت قسمه، أسألك اللهم بالأبدال الذي أنبأنا رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يزالون موجودين في شامنا هذا، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. سألتك يا ذا الجلال والإكرام، وأنا واقف موقف الانكسار، موقف الاعتراف بذل العبودية لك، أسألك بدموع السكالة، أسألك بدموع الأطفال اليتامى، أسألك بالآباء الذين فقدوا أولادهم، فقدوا أهليهم، أسألك يا ذا الجلال والإكرام بالدماء الزكية الطاهرة التي اصطبغت بها هذه الأرض المقدسة، أسألك بذلك كله، أسألك بذلك كله، إلا أنزلت رحماتك العلوية علينا في هذه الساعة المباركة، إلا أكرمتنا بخارقة، بخارقة نعم، من خوارق لطفك وفرجك، حتى يزيدنا ذلك إيمانا بك، وحتى ينبه ذلك التائهين عن صراطك فيلتجئوا إليك ويعود تائبين إليك. أنقذنا يا رب العالمين من هذا البلاء بخارقة، وأنت صاحب الخوارق، لله خلق العوائد، أكرمنا بخارقة من خوارق لطفك وإحسانك ترفع عنا بها هذا البلاء. عدنا إليك، تبنا إليك، عهد منا إليك أن نسير على صراطك يا رب العالمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك، لاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، بمزيد من الحب لك، بمزيد من التعظيم لحرماتك. اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.